وفي اليمن عام 1962 وقع انقلاب عسكري ضد نظام الإمام، وقد قام بالانقلاب المشير عبد الله السلال الذي أعلن قيام الجمهورية وألغى نظام الإمام البدر الذي توجه إلى شمال اليمن وجمع حوله أبناء القبائل، ثم وقعت الحرب الأهلية في اليمن. وقد خلف الإمام البدر أباه الإمام أحمد الذي ترك بلاده في عزلة تامة عن العالم حتى لا تقع في براثن الدول الاستعمارية. وبدأ التآمر على الثورة التي ولت وجهها شطر مصر تطلب النجدة وتطلب المساعدة. وقد أيدت مصر ثورة السلال في اليمن وأرسلت قوات عسكرية لدعم حكم السلال، ووقفت السعودية إلى جانب الإمام البدر. وفي عام 64 تم توقيع الهدنة مع اليمن وبحث سحب القوات المصرية من اليمن مع المملكة العربية السعودية، وانسحبت القوات المصرية بعد حرب 67.